يواصل المواطنون توافدهم على أجنحة معرض مستلزمات المدارس الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالمعادي، وبمشاركة 40 عارضا لمستلزمات المدارس والجامعات. وللمتابعة ينضم إلينا من إحدى المعارض بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ضعنا في أجواء المعرض وحجم إقبال المواطنين. تحياتي لك ولكل متابعينا من معرض مستلزمات المدارس بالمعادي ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية. يقام هذا المعرض وتستقبل أجنحة هذا المعرض الجمهور والزوار لشراء وأيضا لتلبية احتياجاتهم من مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وحقائب وغيرها من مستلزمات العام الدراسي الجديد. أيضا نتحدث عن معرض مقام على مساحة 1000 متر يشارك به 40 عارض من جميع وباختلاف المنتجات الدراسية ومستلزمات الطلاب سواء المدارس أو الجامعات. أيضا في هذا المعرض يشارك عدد كبير من مشروعات شباب الخريجين، هذه أيضا فرصة لهم لعرض المنتجات وأيضا المشاركة في هذا المعرض الكبير. أيضا هنا لو تحدثنا عن التخفيضات التي تبدأ ما بين 30 وتصل حتى 50% لأغلب المنتجات، المعروضات أغلبها من الصناعة المصرية عالية الجودة، أيضا مع الاستجابة لطلب الجمهور بمد فترة هذا المعرض للاستفادة من هذه التخفيضات لكافة المواطنين والجمهور مع قرب حلول العام الدراسي الجديد. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك جزيلا رامي محمد من معرض مستلزمات المدارس بالمعادي.